الناس بتشوفك كده، لكن الشمس بتشوفك كده. أهم حاجة بنصح بيها كل بنت هي استخدام الصن سكرين يوميا، لأن دي طريقة فعالة لحماية بشرتهم من الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية بتخترق الإزاز، وعشان كده بتهاجم بشرتك من غير ما تحسي، زي الوقت اللي بتقضيه جوه العربية. حتى وانت قافلة الإزاز بتفضل الأشعة الضارة متوجهة على بشرتك وبتأذيها. كل يوم في شغلك بتقضي ساعات طويلة جنب الإزاز وانت متخيلة انك محمية من الشمس، لكن في الحقيقة ان الأشعة الضارة بتهاجم بشرتك لفترات طويلة وبتكون سبب أساسي في ظهور التجاعيد على بشرتك في سن صغير. كلنا بنحب الشمس ودفئها، لكن أشعتها المضرة ممكن تتسبب في مشاكل كتير لبشرتك. استخدام اليومي للسان سكرين وتكراره أثناء النهار هيساعدك انك تستمتعي بالشمس من غير ما تضري بشرتك. الشمس بتشوفك كده، لكن أنتيلياس بيشوفك كده. أنتيلياس من لاروش بوزي هو الأفضل لحماية بشرتك من البقع البنية والحبوب والتجاعيد، لأنه بيحتوي على 3 فلاتر بتعكس الأشعة الضارة. أنتيلياس بيمتص في أقل من 30 ثانية من غير ما يسيب أي علامات على بشرتك. أنتيلياس من لاروش بوزي ينصح بيه أكتر من 25 ألف طبيب جلدية حول العالم.